نتكلم مع بعض عن التكاتف الشعبي وقت حرب اكتوبر المصريين ومصر حكايه العشق اللي ملهاش لا ولا اخر هنسمع حواديت مصر وحواديت شعبها من الاستاذه الدكتوره اللي منورانا الدكتوره هدى زكريا استاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري قالت لي اقول كده لانه بعد 67 بقى والعسكري دكتورة هدى حضرتك منورانا اهلا وسهلا الله يخليك كل سنة والمحروسة بخير وطيبة يا رب دايما وتفتكر دايما, دايماً انتصاراتها يا رب دايما دكتورة هدى حضرتك في الفاصل قبل ما نبتدي كنت بتقولي لي انا عندي حواديت كتيرة عن من 67 ل 73 صحيح وعايزة كده تلقي ضوء عليها قبل ما نبتدي نتكلم في التكاتف وقت الحرب حضرتك عايزة تقولي لنا ايه في 67 كنت طالبة في قسم الاجتماع في سنة أولى فروحنا مجموع الفتيات من كل الجامعه الى ملاعب كليه الزراعه جنب جامعه القاهره وطلبنا تدريبنا العسكري آه وكنا لابسين كاكي واحنا رايحين لبس التربيه العسكريه والضباط قالوا لنا ندرب تدربوا على التمريض وكده قلنا لهم لا احنا الظهير المدني واحنا مش عشان بنات ما نتعلمش ده كان امتى يا دكتور سنه 67 في اكتوبر 67 بعد بعد النكسه على طول فبعدها بشهرين دخلت الجامعه وقررتوا تروحوا تتدربوا تدريبات عسكريه ولبستوا الكاكي ورحنا بقى الضباط رحبوا بالفكره وقالوا لنا بس هتتدربوا تدريب قاسي على صنع قنابل المولوتوف والقائها ولازم هنترمي على الارض عشان لما تعمل تفجير ومدفع الكلاشينكوف مدفع بورسعيد الرشاش و... انت اتدربتي على مدفع كلاشينكوف وبعرف اضربه في الهدف على بعد 100 متر واخده امتياز ومعايا شهاده امتياز في ضرب النار. يا جماعه ما احنا كان لازم ننتصر، ما احنا كان لازم <applause> ننتصر لما يبقى بنات جامعه القاهره سنه 67 اتعلموا ضرب الكلاشينكوف والاستاذ دكتوره هدى بتقول لك بعرف اضربه. ايوه يا دكتور. وكانت معانا عشان اقول لك التاريخ يعني من معهد السينما صفاء ابو السعود. يعني ده ده, ده الجيل بتاعنا اللي راح يتدرب وقعدنا اسبوع الضباط انا عندي اصابه في ايدي الشمال ما كنتش بظهرها عشان الضابط ما يعفنيش من تحريك يد التعمير لأنه هو بيقول عمر او الامر فنشد يد التعمير ونحط الخزنه دي صعبه قوي ومحتاجه ايد قويه فانا كنت بشدها وايدي تجرح فاخبي الدم عشان احط الخزنه في هدوء وبعدين يقول ومن الكتف وباستخدام الناشنكاه لما تكون جاهز اضرب فبنرفع المدفع للكتف لأنه هو اصلا مدفع بيستخدم في الغابات والشوارع تحت الباط م. فنحطه باستخدامه بقى من الكتف وباستخدام الناشنكاه لما نكون جاهزين ونوجه بقى يقول اسفل ومنتصف الهدف فنروح ضربين اسفل ومنتصف الهدف فدربنا لمده اسبوع وقال كل ده من غير ذخيره حيه يوم الخميس هتتدربوا بذخيره حيه واحذروا لان في عيب في المدفع ده انا ما اعرفش طبعا اكيد اتطورت الامور طبعا طبعا آه كان في عيب انه يطلع الخزنه فيها 36 طلقه آه. فلو انا ضربت بضغط طويل على التيتك آه. هتطلع 36 فلازم نضغط ونرفع صباعنا بسرعه آه. عشان نحافظ على الذخيره انت لسه حافظه المصطلحات العسكريه بتاعت دي كانت استخدام الكلاشينكوف. ده حياتنا احنا كنا سعداء باننا لدينا دور اه وطني نستطيع ان نقوم به ونرفض حتى انا لما خدت امتياز في نهايه الاسبوع الضابط قلب مرح يعني اذا البنت من عيون دي اه تجيبي لي الاربع طلقات في الهدف وتظبطي تظبطي يعني التصويب انا هبعتك بقى حرب الاستنزاف في الجبهه فقلت له فندم في تدريب ينقصني فقال لي ايه هو قلت له ان انا اضرب على اهداف المتحركه انا دلوقتي بضرب على اهداف ثابته فحضرتك لما توديني دكتوره انت كنتي مصدقه انك تقدري تحاربي طبعا وكنتي مستعده تحاربي واعمل ايه غير اني انصر المحروسه المحروسه دي خرطها الخراط وتمدد مات ما عملش زيها ناس ولا عمل زيها آه ليه بقى لانه آه مصر عاشت تجربه تاريخيه قسوه شديده القسوه التجربه التاريخيه القاسيه دي ليه هي امه عاشت في خطر احنا مم. في فتره قلنا فيها حوالينا سلام احنا مطمع ومصر اربعين امه حربتها علشان تحتلها موقعها وموضعها وخيراتها فالمصريين عرفوا كلمه سر الدفاع ما ينفعش احنا من حق ما بنهاجمش حد بس كمان ما حدش لما يهاجمنا بيطلع سليم ما نسكتش على طرنا ابدا وحاجه كمان ال 40 قمه دول دوري عليهم بقى اعضاء في جمعية العمل للامم المتحده ما تلاقيهمش فين المغول؟ فين فانت بتحطي كمان بصمتك المصريه على عدوك يذهب من التاريخ كله يختفي الى الابد ايوه ف... اهلك كانوا موافقين ان لو الامر استدعى تروحي تحاربي احنا اهلنا واحنا متوحدين بهذه الامه فما نقدرش نقول اهلنا كانوا ساعتها غيرنا احنا كنا احنا ومصر في في حاله توحد كبيره وهنا لازم اذكر لحضرتك انه قوانين الجيولوجيا يعني بتقول ايه انه الفحم الحجري بالحراره والضغط الشديدين لالاف السنين يتحول الى الماز الى ألماس ايوه الش... دي الشخصيه المصريه قسوه تجربتها التاريخيه حولتها الى ماس فلا يمكن المساس لا بوطنيتنا ولا باستعدادنا ده انا عايزه اقول لحضرتك ان كانت الاحياء اللي احنا عايشين فيها بالليل تتقسم الشباب بتوع الاحياء البنات والولاد يقسموها الى مربعات كويس المربع ده جواه دايما مدرسه اه يروحوا مساء يقعدوا في المدرسه سهرانين حتى لا يحدث اي شيء يضر الحي ليلا وقت يعني. وقت بعد الهزيمه آه وهنا لازم اقول لك انا ما بحبش استخدم خالص كلمه هزيمه لاننا ما انهزمناش احنا خدنا الضربه الاولى بس وقت لكن, لكن الحقيقه لازم اذكر اننا لم نعترف قط وانا فاكره ان احنا جرينا برضه بالزي العسكري لما الزعيم الخالد جمال عبد الناصر واحنا يعني بنحتفل النهارده بذكرى ذكرى وفاته فاكره ان احنا كنا لابسين كاكي من غير ما نقصد حتى سالت صديقتي وهي ماشيه جنبي في المظاهره رايحين ناحيه منشيه البكري ده بعد التنحي ايوه في يوميها آه. بالليل آه قلت, قلت لها نجاح انت لابسه ليه آه كاكي؟ قالت ما انت لابسه كاكي احنا ما خدناش بالنا احنا كنا وقفنا في الموقف آه وهنا لازم نذكر للسيده آه ام كلثوم انها غنت اغنيه سموها اغنيه اليوم الواحد أيوة. آه اسمها ابقى الفها صالح جودت ولحنها السنباطي وهي آه الرئيس سنحها الساعه 5 هي غنتها الساعه 7 وهو رجع استجابة لمطالب الجماهير الساعة 9 فما تغنتش تاني الناس خرجت في الشوارع عشان رفض الهزيمة مصممة أه على الحرب ولا نعرف احنا كلمة هزيمة دي يعني ما دخلتش قاموس انا كل ما اقول كلمة هزيمة الدكتورة هدى توقفني وتقول لي احنا ما تهزمناش ما نعرفش الهزيمة لا ما نعرفهاش وكمان احنا عايشين في نعرف جيدا اننا في خطر دائم لكننا في نفس الوقت هذا الخطر روضناه يعني وعرفنا نتعامل معاه وننتصر عليه مروضه للخطر وتقول آه. يا من ده اتعرضت بول ايه يعني دا. واحنا اول مره ده يجي حاربنا واول مره تيجي لنا الضربه الاولى واحنا نعمل الضربات التاليه فما فيش امه لها تاريخ معانا في محاولات الاستيلاء على خيراتنا الا ما عادت تجرجر ازيال الخيبه يعني ده على معابد الفراعنه تلاقي الملوك المنتصرين وتلاقي الاسرى وتلاقي يعني ده مساله في زي ما حضرتك في قلتي نفس كدا. الوقت احنا شعب آه زي ما قال علينا هيرودوت المؤرخ اليوناني لما قرب على اسكندريه كده قال شعب لا مثيل له ثلثهم من الاجانب يعني من حبينا حبيناه وصار متاعنا متاعه ما جاي يلجا لنا <applause> ولذلك إحنا عندنا دلوقتي سوريين وسودانيين وليبي أشقاء وكل المحيطين بينا بنرحب آه. بيهم طالما إنه يلجأ إلينا وهم ضيوف إحنا ما نحطش الناس في معسكرات لاجئين صحيح